السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ كرمت الحديث اللي إسناده صحيح لكن ما تصدينا كارا. أيوه. نعمل إيه في الإسناد الصحيح؟ يعني الكل العلة فين؟ خلص فين؟ خلاص المتن فيه المتن صحيح يروي سنة في حديث فينا كارا. ومش ممكن واحد من الثقات مثلك يهم؟ أنت رجل ثقة وعدل، لكن الوهم قد يتسرب إليك أو لا؟ بس هو معروف إنه يهم، حافظ إن حضرتك كان بيقول صدوق يهم، صدوق يهم. أي لا يعني، لا ما هو من الوهم إن كرب تتأتى أحيانا من الوهم، أو تتأتى من المخالفات لعمومات الشريعة. الحديث ابن غسل واغتسل، فيه معروف مين الراوي اللي أصاب الوهم يعني؟ هو الحديث إحنا بس بنبني الوهم على ماذا في هذا الصدد؟ أن عمومات الشريعة تقتضي أن الخطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. في هذا المتن الغريب الخطوة لك بها أجر سنة صيام وقيام. مش فيها عمل قبل الخطوة يعني، فيها غسل واغتسل و... ما هو كل هذه النكارة فيها يعني. أنت عازب ولا متزوج؟ لا أنا عازب. عازب لن ينطبق عليك الحديث. المتزوج فقط يعني، هو الحديث بشروط ما هو مش أي حد ما هو يا حبيبي الله يكرمك. لا نحب الجدل، أخذت ما عندي، بارك الله فيك.